السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف. اوكي سي طوكيو، يا مرحبا ويا مسهلا. طبعا اليوم جربنا لعبة ديمو ريزيدنت ايفل 4، حتى نسونا لها بث مباشر، لكن حبيت اسوي لها مقطع كذا تكسيس تضبيط ونوريكم لعبي في اللعبة. طبعا اول ربع ساعة ما تسجلت في اللعبة للأسف، طبعا اول ربع ساعة كانت جدا عادية، لكن يعني في حوارات كذا جانبية جميلة حلوة، زي موضوع اللي هو ان ليون يتكلم اسباني. وات اسباني؟ يا رجال ذاك الكلاسيك يجي يقول اي ولا وين، شفت الصوت البندي يعطيه ذاك الاسباني وكذا برار، مش يقول ما نعرفها، جحت امه ينط على امه بالفاس. يعني حركات حلوه انه يتكلم اسباني، حتى اني لاحظت اشياء جديده في الجيم لي، موضوع زي موضوع اللي هو الموفمنت، ان ليون الموفمنت عنده صار رهيب. طبعا اللي تشوفون المقطع الان قاعد اطلق على اي واحد قدام عيني وارفس فيه اللي قاعد اجرب، يعني زي ما تشوفون حتى انه سط اوكي ممتاز، سد ضربتي بالسكين، يعني شيء جميل. قاعد اجرب الموفمنت، قاعد اجرب القتال، قاعد اجرب الجري، امشي الجري. نعم، اذا ما تعلمت على الجري وش تتعلم في اللعبه؟ استمتعت في اللعبه، على نص ساعه تقريبا جربنا فيها، قتلت فيها، جربت اشياء كثيرة، واللعبة مرة تغيرت طبعا، وفي اشياء جديدة وجميلة حلوة فيها، زي موضوع اللي هو الخبرة، خبرة ليون في القتال صارت اعلى بكثير. يعني لو تدققون بداية الديمو او بداية اللعبة بيقول لكم اني انا جلست اتدرب من رئيس امريكا تقريبا مدة معينة، نسيت كم المدة، ومنها قابل اسطورة اساطير كراوزر، تعلم معه وكذا وقاتل، وثم راح عند مهمة معينة وصارت مشاكل. بعد ما كمل لك وش المهمة، ما كمل لك وش الأحداث اللي صارت، لكن صارت له مشكلة منها، وإنه تدرب تدريبات مميتة ومتعبة. ثم راح تلاحظ ليون أول ما تلعب فيه أسلوب قتاله صار سريع أفضل، بالسكين صار يطعن ورا بعض، صاير سونيك، الرجال صاير سونيك في التطعيم يا عيال. يعني ومنها حتى في الايم، في سلاسة في الايم، يعني الخبرة واضحة. يعني لو تلعب ريزنت ايفل 2 راح يكون موضوع اللي هو الطلق عنده جدا مو بسلس، نص سلاسة تقريبا، لانه مبتدئ، شرطي مبتدئ. اما هنا راح تلاحظ انه جندي متدرب بسنين وعنده خبرات كبيرة في الموضوع هذا. الجيم بلاي طبعا ممتاز جدا. طبعا تكلمت عن تقييمي للعبة في نهاية المقطع مع واحد من الشباب، بس ما صوته ما ادري اذا كان يطلع ولا لا. راح تشوفون المقطع، راح تستمتعون باذن الله تعالى. راح طبعا المقطع راح اقصص منه وراح احط منه لقطات اللي اقدر عليه طبعا. وشكرا لكم وحياكم الله في قناة كيس اي توكيو، والسلام عليكم. لا لا هلوفي، هل من طلع اللي وراي؟ اللعنة ديم نموتة، انا مستانس اني مت. ليش؟ مدري اني فرحان، انا فرحان اني مت. بس الريميك باقي ما نزل، باقي له اسبوعين. لا كلها نفس القصة، نفس كل شيء، بس اللهم الاختلاف شيء بسيط. والله يرعى المنشار يخرش. لا 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 تودع الملاعب. اقول الزومبي كان اقل ولا شيء. ديم وا 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 وي 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 وي
عندي هيل، ما عندي هيل. اوه ما عندي هيل. ها لقيت هيل. ادمج ادمج يا رب عينك يا ادا. اه يا رب عينك يا ادا، احبك. اخ اموت في ادا انا. هي اللي دقت الجرس، اشهد الله انها بنت ناس. لعن ام الخرش يا حمد. صدقني يا احمد، حمد تنخرش من الجزء اكثر من الكلاسيك. الحشر اللي تو شفته انا حرفيا صورت لك اللقطات وهم قاعد يجوني. تستمتع والله، حتاكل خرا. الجزء الرائع والله، صدق اللعبة هذه تنخرج اكثر من الكلاسيك على البداية هذه. طبعا مراجعتي للعبة خلال ربع ساعة، فاهم هذا 8 من 10. لو عطونا وقت زيادة تستاهل نقطتين زيادة، بس لا والله شوف 7 7.5 7.5 مرة بسيطة، جزئية ربع ساعة من اللعبة. يعني اشوف لو ان اللعبة طولوها خلوها لين جزئية عن جزئية القرية، انا افضل لو انها بعد ما توصل عن جزئية بعد ما تخلص من القرية، يعني اول ما يطلع من القرية تلوت من القرية تستكشفها شبر شبر، تتعجب من شكل القرية ثم توقف اوكي من بعدها على طول. لكن توقفني عن جزئية انهم كلهم يروحون عشان الجرس، لا هنا انا ماني مقتنع. يعني جزئية مرة قليلة صح، هذا ديمو يعني 7.5 اشوفها كويسة. الموضوع اللي هو المدة، وعن الموضوع اللي هو اني انا ما اخذت راحتي الكاملة في المكان اللي كنت فيه قبل شوي. بس سلامتك.